اكيد انا ما ببصش على نتيجه المباراه، انا ببص على اللي يستحمل ازاي ضغط فرقه كويسه مخصصه فريق جامد هو اللي بيلحق في الدوري. يعني هو في فرق بينك وبينه 4 بونت، المره دي بقت 7 بونت. يعني انا ما يهمنيش النتيجه قد ما يهمني ابشوف اللعيبه دي هل تستحمل الضغط عشان الفريق الاول، هل في وقت الشده يقدروا يقفوا في الملعب. عندنا الحته دي مهمه جدا، الضغط العصبي اللعيب لما يلعب ضغط الضغط العصبي، لعيب لما يلعب في مع فرقه قويه جدا بتجري وراه في الدوري، عاوز اشوف دي حاجات كلها اختبارات للعيبه. وانا فعلا يعني انا بقول ان احنا ماشيين في الطريق الصح. انا بتكلم على الفريق الشباب ماشي في الطريق الصح، الطريق اللي لان هو مش فريق شباب بس، هو فريق النادي. انا بيني وبينك يعني انا عامل حاجه جوايا انا ويمكن مع النادي، ان احنا انا ما يهمنيش ان انا اكون جايب واحد من الشباب، انا ممكن اخد واحد عنده 15 سنه لعيب مميز يلعب معايا عشان اديله خبرات بدري عشان يلعب بدري، عشان احنا محتاجين الفريق الاول. فكل القطاع احنا في الوقت الحالي يعني شايف ان احنا كلنا لازم نخدم عشان الفريق الاول ونخدم على الفريق الاول. علشان كده انا اي لاعب هلاقيه كويس في القطاع يقدر يشن في الفريق الاول هاخده يلعب ويبقى اساسي، ولا هبص على النتيجه رغم ان احنا متصدرين وكل حاجه، لكن مش ببص على النتيجه خالص. وبعدين احنا القطاع الناشئين اتعمل ليس للبطولات، احنا عندنا بطولات ممكن نحطها من اول مصر من اول القاهره نوديها لغايه اسكندريه، عندنا بطولات وكؤوس في ناشئين. لكن المهم في الوقت الحالي ان احنا نطلع لعيبه تستحمل الضغط، لعيبه قويه، لعيبه النادي الاهلي اللي تشيل النادي الاهلي سنين كتير، لعيبه النادي الاهلي اللي تموت من اجل النادي الاهلي. هو ده الوقت اللي هم المفترض ان هيبصوا للقطاع وهيبصوا للناشئين الموجودين. عشان كده انا لا ابالي الا اني هنطلع لعيبه وهنعرض لعيبه على الفريق الاول، وان شاء الله الفريق الاول هو اللي هيستفاد من الناتج بتاع فرقه الشباب والناتج من الفرق اللي تحت الشباب كمان.